بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء على قناه اليوتيوب، اول حاجه نحن في تجربه جديده بنحاول يعني نصل بعد الاعلامه السناريه، ونحن في ضيافه اخونا الاكبر الاخ الجنيد الجاك في منزله العامر ان شاء الله. اتمنى اول حاجه كل مشاهدينا يعني سبسكرايب للقناه بتاعت اليوتيوب عشان تشجعونا. ده مشروع ابتدى جديد وحيكون حاجه كبيره جدا، بننتظر انكم تعلقوا على الشغل اللي عملناه. هو كابتن الجنيد او دكتور الجنيد حيتكلم كلام يعني حندردش، ما في شيء رسمي كده، ونسى عن سنار عن الرياضه في ذلك الوقت الجميل، وممكن كمان نجي شويه نتكلم عن الحاله اللي وصلنا لها الان. يعني نحن مسكنا الدفه 200 مسكت الدفه والله. ده انت لعبت فيهم ولا بس جيت داري اصلا من الاول طوال؟ انا لعبت في من اللعيبه الحمد لله مميزين في سنار. نعم، زي معتصم وماجد الجنيد برضو كانوا ما شاء الله يعني. هاي دي طبعا معتصم وماجد يعني بعد ما طولوا يعني وصلوا معانا في النضال. في الزمن اللي انت بديت لعبت فوقه في الاصلاح كان معاك منو بتتذكر؟ عمالقه قولهم لنا. نادي الاصلاح كان يعني في الدفاع كان بيتكون من علي فرج وعبد الغني الريزي ومحمد اسماعيل ومحجوب خلف الله، وفي الوسط محمود الدود وعمر الفاروق في الختم، كان من اللاعبين المميزين. وفي الهجوم كان عبد الحكم، الحكم من الناس المميزين. حكم ايوه يا سلام. وكان على السبيل يعني من اللعيبه المميزين يعني. نادي الاصلاح كان بيمثل يمكن سبعه في منتخب سنار. سبعه. بسم الله محمد غانم سيف الدين ابراهيم المشهور بود اليماني، من مواليد سنار. أنا كتبت قصيدة عن سنار بتقول: أنا سنار وأنا تاريخك يا بلادي، أنا الدرع الحصين ليك، أنا سيفك القاضي، أنا الإسميني سني وسني دوها واضي، أنا الخرطوم ومدرمان من أحفادي، أنا مهد العلم والأدب، أنا لوحي منجور من الخشب وقلمي مبرر من القصب، أنا أول من كتب با نصب ونونه، أنا سنار أنا مكوار أنا التيار، أنا خيار من خيار، أنا أول من ولع القرآن تقابة نار لها ألسنة. خالتي يعني كيف؟ يا أخي أنا سألت منك وأنا ما وقفت أزعل منك. مشينا القلعة مع أبو مدين، مشينا وين؟ أنا فتة أخوك اللي كان في إسبانيا حسن. حسن اي بيجي لعلي قلت في برسودان. في برسودان ايوه، في شركه الاقطان. صح، انا شغال في هذا، بيجيني طوال. سالت منك ورسلت لك سند سلم عليك، لكن بعد ذاك عرفت جيت سنار، لانه سنار دي بدونك ما ممكن. يا اخي وراش مكانك معك. والله اقول لكم شنو، مشكورين على هذه الزياره الطيبه. وانتم اهل لها. الحاج عبد الرحمن آدم بخاري مشهور بحديدة، ملك ملوك الأنطنة والكب. فأقول لكم شنو، طبعا نحن معرفتنا بكم ما قصيرة ولا كده، من الجدود والخيلان والأعمام والخالات والعمات وكله، واحنا بنشرف بزيارتكم دي وبقوتكم معانا. اي حتى انا عندك اي سؤال؟ سنار والتاريخ الكوره والمورده والاهلي. كويس، شكرا جزيلا. انا والله كنت في الاصل بشجع الاصلاح في الاولى والمورده في الثانيه. عندما طلعت المورده الاولى برضو ما زلت اصلاحي، لكن لظروف ما حببنا محمد رزق الله يطراه بالخير، قال لنا تعالوا شجعونا بس العبوا معانا كشتينا وشنو وبس، شجعونا بس غزرونا. قلنا له كويس يا محمد. فعلا ده الشيء اللي حصل. بعد شويه ما حسينا الا ونحن في بقينا في نادي المورده، وانا اخترت مدير اعمال نادي المورده سنه 60.
انا حاسه بالضبط كده لي قريب ال 60 سنه في نادي المورده. جميل. قلت لها انا موضوعي حاسه كوره. كوره دي بتعرفها؟ ضحك قال لي بعرفها. تعرف ما بتعرفها؟ قال لي بعرفها يا الحاج. قلت لها ها الناس ديل كده 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 والناس ديل صعبين والناس ديل كده بتقدر عليهم؟ قال لي بقدر عليهم. قال لي لما تكون عندك معاكم كوره قبل 3 يوم ولا 4 يوم تعال لي. هو ساكن في فريق، شفت فريق التعاشة؟ في بيت ناس بالتراب حبوبة جمال الغالي. لا جمال ما بيعرفه. فت يا زول، فت ليه؟ قلت احنا لاعبين مع الرابطة. قلت احنا لاعبين مع اولاد ستي ديل بتقدر عليهم؟ اللي قلت لك ما بنقدر. قال لي كده خليني معاهم. اديته العربون. قال لي لا يا الحاج ما دايرون، ما نشوف نهاية ناسك ديل. كورة بدت دقيقة 44 دقيقة 40 44 ضربهم بيقون برا 18. فت قلت له والله غلبنا، لكن دي جاتك صدفة ساي، الناس ديل ما بينقدروا. ضحك قال لي كيف؟ قلت له ما انا قلت لك جاني الجنيد. الجنيد جاك. قال لي الحاج قالوا عندكم حاجه جديده اهم جربوها لي، احنا لاعبين مع الفارات ديل مع اولاد ستي ديل. قلت له بيتين. قال لي بكره. قلت له الجنيد لكن الليله وبكره. قال لي جرب لنا بس ما يغلبونا كثير. قلت له حاضر. شلت الورق، شلت القروش، وديته له. يا شيخ فلان نادي اللاعبين بكره كده 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 كده، ناس الهلال اليوم ذاك انت غلبتهم ديل بتقدر عليهم؟ ضحك. قال لي الحاج انت جيت متاخر لكن كوره ده درون. قال لي كوره دي درون. قال لي جيت متاخر، ناس اولاد ستي ديل لموا في الاصلاح ده يضربوا فيه من كل الجهات. ابد تلبس كله. ابد تلبس كله. عبد الحفيظ قال لي كوره برا 18 ضربه شوت لبست جون. قلت الفار ده ما قال لي درون، وينو درون؟ الشوط عبد الحفيظ السالب. اي الشوط الاول هم غلبوا واحد. الشوط الثاني الكوره بدت يا زول عصر نمن ناس الاصلاح ديل جابوا زيت. ابد تخش كله. حسن فرنسا عكسوا لي كوره برا 18 في الجول البجاي ده خبطت شوت لبست. الحكم تي صفر النهايه. بلغ لي الفار ده بيعرف. ناس كورة ناس الأهلي معهم، بعدين عندك الرابطة. يمكن يكون الاتحاد في ذلك الوقت ولا الرابطة؟ كان الاتحاد فرتقوا الاتحاد، سموا الرابطة والشعلة. سموا الاتحاد والشعلة. كم بطل سنار من في الوقت في الكورة؟ كان الأهلي. الأهلي والاتحاد. بعدين كابوش دي كان اسمها ما كان اسمه الهلال كابوش. حجازي. ها؟ كان اسمه حجازي. فرس كابوش ده اسمه حجازي. شمس الدين ادريج بارتالله مشهور بشميس. نادي الهلال الرياضي بسنار. من الفترة؟ من الفترة 70 إلى 90. الاسم نصر الدين قسم الله عبد الفرج. أول حاجة ده أنا ذكر لكم تاريخ الاتحاد. أيوه. اللي كان ماسكه منه. قبل ما تذكر لنا الاتحاد ما كان لسه ماك لي منه ليه؟ أيوه هنا في التمارين. أيوه. في التمارين. أيوه. عثمان عبد الله الله يرحمه قال رضوان. أيوه. وعمل لي الكلام ده. بعدين كان في غابة هنا. من شنو نقبض الأنارب؟ أنا مش بقبض بأيدي ساي من الجري. بضرب على الواطة، الكلب بيجي بشيل. سريع كنت. أي. تجيب كنت بجري جري شديد. اها تجيب عشان كده سموك مكان. اي طيب تجيب. كلمنا على الاتحاد. الاتحاد كان في ناس فزع. اتحاد فرعي ما كان عام. جو عثمان النور معاو عبد الله عمر هم سجلوا الاتحاد في مدني وفي الخرطوم. الكلام ده سنه كم؟ 57. اتحاد الكرة والاتحاد النادي؟ اتحاد الكرة. اي سنار ما عرفت تاريخ النازيين. ديل كانوا مهندسين في الري عبد الله عمر وناي عثمان النور.
ده سنة 60 الهلال اتغير من حجازي إلى الهلال. قاموا جابوا الهلال العاصمة هنا، الزريسة والمحينة دي كلهم قالوا جي هنا. شفت كيف؟ أها استمر، جابوا الهلال لعب هنا ضد الهلال وغيروا من حجازي إلى الهلال. مشعل عبد الرسول ولاعب طبعا الكوكب طبعا السيرديباك، وحقيقة رجل فنان ذو أخلاقه عالية. عاصرنا معه في الفترة ديك هو في فريق الكوكب، كمال صباح، كمال عباس، عباس صباح حارس المرمى، حارس مهاب، وزور رشيق وقوي. فكانت في ندية بيننا وبينه، على أساس أنه لازم أي زور يظهر بمستوى أفضل من الآخر. عصام سيد هاشم في الكوكب برضو يا أخي رحمة الله عليه، راجل يعني عاصرناه، ورجل يعني يتمتع برضو بأخلاق طيبة. صفيحة ما شاء رحمة الله عليه، محي الدين رحمة الله عليه برضو لاعب يعني حقيقة اللي ذكرتهم دين معظمهم يعني كان بيمثل نجوم بالنسبة لسنار، ودائما أساسيين هما في منتخب سنار. والمنتخب السودان دائما بقيموه في سنار، يعني الفريق القومي لما يجي لازم يختبروه هنا على أساس إنه يشوف القدرات اللاعبين ديل ويقدروا يمون في سنار، لأنه كانت فيها حقيقة نجوم ورفضت كثير والله من أندية القمة بلاعبين. وذكرت ده حقيقة ده يعني الواحد يعني زي ما قلت ده جزء منهم، لكن هم كثر. وجود نفس النار بكمية كثيرة خالص، يعني من زمان لعبنا فيها البلي، لعبنا فيها شركنا فيها الطير، معايا علي قلات، معايا كمال كشول، معايا حسن سيد أحمد، معايا اسمه علي مالك، وقاسم تيراب. يكون من منزل الفنان الأستاذ إبراهيم أبو غرة. بارك الله فيك. الناس كانوا تمام، يعني زينار كان بيحبوا الفن وكان بيحبوني شديد. يا سلام. ولا ما كانوا لاسي بنحبك أنا. ما شاء الله. لاسي بنحبك. شكرا جزيلا يا أبو الحاج. فابتدت الهناية دي بعد ذاك بقينا في إنه بقت الفرقة مسرحية، يعني حفلات ومسرحية، يعني لفينا ما خلينا محل، شاركنا في السلم التعليمي كله بدون مقابل، يعني مضطرين. الواحد بيقعد له 10 و15 و20 يوم داري يدقنه، لا مؤاخذة داري تراصم، ما في حلاق غيرنا كان في السوق دهين. نعم. وناس عمك سليم وابوي انا الخليفة احمد ده، وعمك ابو علي ده كان عندهم طباري رغيف، وعمك خليفة باشا كان عندهم ايوه، والوالد طبعا كان منشد بتاع الختمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر كل الشكر لأخونا حسين التجاني اللي ادانا تحلينا الفرصة دي أننا نلتقي بالناس. وأول حاجة أقدم نفسي، الاسم إسحاق عيسى، مشهور بإسحاق رابو. نديكم خداري. جفاني
قداري قلبي حالي ما هو داري جافاني تاني دورني حبي محياه يا ضوي داري متاني زورني حبي محياه يا ضوي داري أقول جلست مرة مع الطير الخدار جافاني من فكرة الكواكب والأنجم السواري من فكرة الكواكب والأنجم السواري والحور مع جمال بالنسبة لك جواري جافاني